قد يجتهد الإنسان ولا يكتشف نفسه أنه مخطئ إلا بعد حين. ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الحمد لله. وهي لذمة الخطأ والنسيان والشكر عليه، الحمد لله. لكن إذا ما تبين للإنسان الصواب فماذا على الشيخ؟ يعمل بالصواب، يعمل يجنب بالخطأ، نعم، ولا يكون معذورا بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.